هذه نفسها. بسم الله. رقي الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله عليه. ارفع الصوت عشان. رقي الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله عليه وهي مجرده لمن كان به عين لا يعرف عالمه، ولمن كان به سحر لا يعرف ساحره، ولمن كان به الم لا يعرف مصدره. ياخذ ماء طاهر يصلح للشرب ويصلح للاغتسال. بعد صلاه الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة المغرب ثلاثة أيام متوالية، يعني 9 مرات يعمل هذه الرقية. الفاتحة 7 وأول البقرة اللي هي ألف لام ميم إلى المفلحون والكافرون والنصر وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 7 مرات. سبعا يقرأها وينفث في هذا الماء، ثم يشرب منه ويغتسل بعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب ثلاثة أيام متوالية، والله جربت ويزول بأمر الله كل ما هذا، ولا يحتاج يروح لا لراقي ولا يحتاج يروح لأحد. كتاب الله هو الرقية. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. جزاك الله خير.